اللهم حرر الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم أنصر أهل فلسطين وأعد إليهم أرضهم وديارهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء وشاف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.